السلام عليكم. ألعاب الهواتف المحمولة طورت بشكل كبير عن السابق وقامت تتطلب مواصفات قوية حتى تلعب براحتك. هذا الشيء دفع الشركات حتى تصنع تليفونات مصممة خصيصا للجيمينج مثل الأزوز روك 2 والنوبيا ريد ماجيك 2 والريزر فون والبلاك شارك، وبيها مجموعة من الميزات القوية مثل معالج قوي ومعدلات تحديث أعلى بالشاشة، أيضا أنظمة تبريد عالية وأدوات تحكم وغيرها من الميزات اللي ما نشوفها بتليفوناتنا العادية. كل هذا حتى تلعب وتستمتع باللعبات القوية مثل بابجي وكول أوف ديوتي وفورتنايت وغيرها براحة راحتك. اليوم وياكم مراجعة لواحد من أقوى أجهزة الجيمينج بعام 2019 واللي دخل الأسواقنا قبل أسبوع تقريبا. جهازنا لهذا اليوم هو البلاك شارك 2 برو. فأهلا بكم، وياكم محمد من قناة تيك تايم، مراجعة تفصيلية لهذا الجهاز بعد التجربة، فخليكم ويانا. تصميم بلاك شارك 2 برو ما تغير هواية عن نسخة بلاك شارك 2، مجرد شريط اضاءة RGB صار على حرف الاس الموجود بظهر التليفون، تتغير اضاءته من شغل موسيقى او تلعب العاب. تليفون من شلته بيدي ما حسيت بثقله ومسكته حيل مريحة، ما يزحلق بسهولة واستعملته لفترات طويلة. الوانه جميلة هي السيلفر والاسود والازرق. شغلة ما تعجب الجيمرية هو عدم وجود مدخل سماعات الجاك 3.5 ملم، لكن موجود ادابتر تايب سي حول لك المنفذ 3.5 ملم، لكن هذا الادابتر ما راح تلقاه بالباكيت فلازم تشتري بشكل منفصل. ونقطة لازم تنتبه لها وتخليها ببالك، هذا التليفون ما بيه مقاومة للمي والغبار بأي معيار. الشاشة من أروع ما يكون بهذا الجهاز، جميلة جدا والألوان خرافية، من نوع AMOLED بحجم 6.39 إنش بدقة الفول HD بلس، تدعم تقنية الـ HDR10 وتدعم تقنية True View اللي تعالج لك الألوان وتعطيك ألوان طبيعية وقوية، وأيضا تدعم الشاشة تقنية True Clarity اللي تقلل لك الغواش والبلور بالشاشة، وأيضا تدعم الـ DCI-P3 Color Gamut عند 109%. تعتبر الشاشة من أفضل الشاشات استجابة لللمس، معدل 240 هرتز، هذا يعطينا معدل استجابة معدل 43.5 ملي سكند، سريع وسريع جدا. تردد الشاشة عادي هو 60 هرتز، لكن بظل توجه أغلب الشركات بالوقت الحالي لزيادة الرفرش ريت، فمن توقع أن نشوف الجيل القادم تردد شاشة 90 أو حتى 120 هرتز. أما سيكوريتي، موجود عندنا بصمة إصبع ضوئية مدمجة بالشاشة، سريعة بالاستجابة، ما واجهت أي صعوبة فتح الجهاز، أيضا يدعم تقنية 2D Face Unlock وهذا مو أمين، فأنصحكم تخلون البصمة الضوئية أمن لكم. المعالج المستخدم لهذا الجهاز هو الأفضل والأقوى بعام 2019، السناب دراجون 855 بلس وبرام 12 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع UFS 3. نقطة خليها في بالك، ما بيدعم لبطاقة ذاكرة خارجية. نظام التبريد الموجود هو أذكى وأقوى نظام موجود بعالم الهواتف المحمولة، الدايركت تاتش ليكويد كولينج 3. هذا زين، شنو فائدته؟ أول شيء راح يقلل لك من حرارة المعالج 14 درجة، وهذا راح يعطيك أداء معالج أفضل بالجرافيكس والرفرش ريت. ومعالج الرسوميات عندنا الموجود هو الأديرينو 640 اللي معير تعيير أعلى ب 40%، وبوجود نظام التبريد فأداء راح يكون وحشي وخرافي. الجرافيكس بالألعاب عالي جدا، راح تستمتع بتجربة اللعب فشي خيالي. أهم فيك موجودة وهي خاصة بشاومي هي الماستر تاتش، يعني تخصص منطقتين أو أكثر تتحكم بيها بالأبهام، تخصص هاي المناطق بالألعاب براحتك دعم من الذكاء الاصطناعي الخاص بالألعاب، يعني تخلق جوستيك خاص بأبهامك على الشاشة. يعني من جربت ببجي وكول أوف ديوتي شي خرافي وبراحتي أتحكم باللعب. أكيد مجربين الرجاجات الموجودة بالجوستيكات بالبلاي ستيشن أو الأكس بوكس، هذا الشيء لاحظته من خلال تجربتي للجهاز. وبالألعاب خصوصا من تجرب تلعب ببجي وتفجر قنبلة راح يهتز التليفون بيدك. كل هذا فضل وجود محرك الاهتزاز الفايبريشن سينس أو الهابتك انجن، هذا مخصص بحسب اللعبة راح تحس بكل اصطدام يصير يقوم ويرجف التليفون بيدك. هذا الشيء ما راح أقدر أشوفكم إياه بالفيديو إلا إذا أنت جربت التليفون بيدك. ايضا موجود عندنا جوستيك الجيم باد مخصص للالعاب، كل اللي عليك تسوي تربطه ويتم الاتصال
بالجهاز من خلال البلوتوث، لكن شاومي البخيلة ضافت لنا فقط جوستيك واحد بالباكيت، لكن اكسسوارات متوفرة بالأسواق إذا أردت تشتري جوستيك ثاني. التليفون يشتغل بنظام اندرويد باي بواجهة جديدة ومعدلة خاصة بالجيمرية الجوي يو اي، بها فيكات تستحق التجربة. أول فيكات من شارك سبيس، هذا راح يحول لك التليفون إلى منصة الألعاب مثل البلاي وتظهر كل ألعابك على شكل بطاقات. الفيكة الثانية هي فيكة الهوم جيم دوك، وهذا يصير طبقة من الإعازات تنسحب من فوق الشاشة فوق أي لعبة، راح يطفي لك الإشعارات ويحول لك التليفون للوضع الصامت أثناء اللعب. فيكة الدروكوس مود اللي يسوي لك بوست للأداء، ينطيك لعب سلس وبأعلى فريم ريت وقل استهلاك بالبطارية. فيكة موجودة أثناء اللعب هي الداشبورد، هاي الفيكة تنطيك معلومات عن أداء الجهاز من الحرارة وعدد الفريمات اللي قاعد تلعب بيها. فيكة الجيمينج ستوديو اللي تقدر من خلالها تعدل الثيم والشاشة أو الإضاءة خلال اللعب. هذا الفيديو برعاية مركز سما سلتر المنصور شارع 14 رمضان مجاور مطعم الساعة. أما الصوت فعندنا سماعتين ستيريو سبيكر موجودة بالواجهة الأمامية بالشاشة، تنطيك تجربة الصوت أقوى وأفضل 20% من السماعات الموجودة بالأجهزة الأخرى. أيضا موجود بظهر التليفون مايكروفون إضافي خاص بعزل الضوضاء أو النويز كانسليشن. بطارية حجمها جيد لكن مو الأفضل، بسعة 4100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط. أداء البطارية جيد جدا لأن الذكاء الاصطناعي لاعب دوره ومحسن من استهلاك البطارية بشكل كبير وبحسب احتياجك اليومي، كفيك باستخدامك المتوسط يوم كامل تبقى وياك. أما الكاميرات، الجهاز موجه بصورة مباشرة للجيمرية، لذلك ما راح أدخل بتفاصيل هواية بالكاميرات. موجود بيه كاميرتين بالظهر، الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والثانية تليفوتو بدقة 12 ميجا بكسل، أدائهم جيد جدا، وقدامكم الصور اللي مأخوذة بهذه الكاميرات. أما كاميرا السيلفي عندنا موجودة وحدة دقة 20 ميجا بكسل، أيضا أداءها مرضي. نهاية الفيديو أصدقائي، الجهاز ممتاز جدا، وإذا أنت من عشاق الألعاب فهذا الجهاز أرشح لك إياه كواحد من أفضل أجهزة الجيمينج، سرعة وسلاسة وأداء ممتاز. لكن إذا أنت موجود عندك نسخة الدول عادية وتريد ترقيها، فبرأيي ما يستحق الترقية لهذا الجهاز. الجهاز متوفر للبيع ببغداد بسعر 580 دولار، نسخة 12 و256 جيجا بايت. اللي يحب يطلب الجهاز متوفر يا أصدقائنا مركز سمر سنتر، عنوان المركز وتفاصيل الاتصال ظاهرة أمامكم على الشاشة، أيضا راح أخليكم تفاصيلهم بالوصف أسفل الفيديو. أتمنى الفيديو نال إعجابكم، لا تنسونا من لايكاتكم واشتراكاتكم الحلوة، هذا الشيء يشجعنا ويحفزنا نقدم لكم الأفضل. إن شاء الله أشوفكم على خير، في أمان الله.